زمالك زمان وزمالك دلوقتي، تمام. ايه الميسنج، ايه اللي ناقص؟ الحب، الحب هو اللي بيولد النجاح. لما بتشتغل مع حد بحب تبقى باكنج ليه وهو باكنج ليك، صدرك في ظهره. طول ما انت صدرك في ظهره، يعني عايز اقول حاجه، دايما احنا اتعلمنا حاجه، شايفك متأثر، ها؟ شايفك متأثر يعني، متأثر في حاجه. لا انا متأثر في حاجه، ان نادي الزمالك كان يستاهل اكتر من كده كتير قوي، لان نادي الزمالك قامه كبيره جدا وليه فضل على كل الناس. يعني كل الناس، يمكن في ناس اشتغلت اكتر مني انا في كتير جدا في نادي الزمالك، لكن انا نادي الزمالك جواك، يعني عارف، جوا قلبك. حتى لو شغال بعيد عنك. طبعا طبعا طبعا. يعني أنا يمكن احنا لما مسكنا انبي قعدنا يمكن حوالي بتاع موسمين ثلاثه في ماتشات الزمالك، الزمالك ما بيكسبناش، تعادل. يمكن لو تفتكر كان تقريبا في ماتش كاس مصر، اعتقد كان ابراهيم سعيد جاب الجول، كان مصطفى كمال اللي هو الجول بتاعنا وكده. فلما بتيجي بتلعب، حبك لنادي الزمالك، بس طبعا حبك لعملك واحترامك لعملك ومكانك as a professional wise طبعا يعني بعد طبعا جنب. بتفرق تماما. لكن كنت برضه هو ده في دمك نادي الزمالك، انت واخد بال حضرتك؟ فانت بتقول لي حضرتك طبعا لا، الحب هو اللي بيولد النجاح. فطول ما في حب وفي ترابط ما بين الناس، انا ممكن حتى لو انت مش موفق، واخد بالك؟ احنا كنا دايما بنقول حاجه كويسه قوي، يعني انا وانت بنلعب ماتش مع، انت ممكن ما تكونش موفق، الرجوله والجدعنه ان انا ما بينش الديفوهات بتاعتك خلال الجيم، اشيلك انت تشيلني انا اشيلك مره. فالحب ده هو اساس النجاح. موجود دلوقتي ده؟ اتمنى ان يكون موجود، ويعني احنا نتمنى طبعا بالاداره المحترمه اللي موجوده تأكيد. تعمل دوت طبعا وتشتغل. بس اقصد ان الفتره اللي فاتت دي غايبه عننا، يعني انت بتبص لابسط حاجه انك تكون في الملعب، لو انت مش موفق فزميلك اللي جنبك بيخليك بيكفر اب بتفرق عليك. كتير قوي على فكره يا مينا، بتفرق كتير جدا، يعني بتفرق كتير جدا جدا. حتى انا يمكن انا كمدير فني حاليا، لا انا بقول للولاد كده، بقول لك لا، الرجوله والجدعنه، لانك انت ممكن تيجي في توقيت انت مش موفق، تمام؟ عادي وارد، اشيلك، واخد بالك؟ يعني زي بيقدم السبت هتلاقي الحد، يعني هي الدنيا كده. فبالتالي وانت طول ما انت شغال في هذا المجال، لا في ممكن دروب ليك، سواء نفسي سواء بدني فني. فبالتالي الحب يعني زي ما بنقول ايه، انت فنيا عالي جدا، تمام؟ لو هربانه منك في النواحي الفنيه، في نواحي اراديه، الروح طبعا، في نواحي بدنيه، اتعب تشتغل هتلاقي نفسك انت هتطلع شويه بشويه في خلال الجيم. يعني عارف، طول ما انت في باور، في اراده، في كده، دي برضو مهمه جدا. فانا اتمنى ان نادي الزمالك في خلال المرحله اللي جايه الحاجات دي اللي هتوصلنا كلنا للنجاح ان شاء الله. ممكن احنا ماشيين على خطى يا رب يا رب ثابته، وبدا يبقى في بلان. الحمد لله نادي الزمالك بدات تظهر لونج تيرم بلان، وحاجات على المستوى البعيد وحاجات على المستوى طبعا القريب. ده يبقى ده فخر لينا كلنا، مجلس الاداره بيعملها، فدي حاجه مديانا طاقه ايجابيه. وعلى ذكر الطاقه الايجابيه، الزمالك صعد لدور ربع طبعا النهائي في بطوله الكونفدراليه. بشكل عام رايك فنيا في اداره المباراه، بكلمك كمدير فني. لا انا بتكلم بامانه. لا هو طبعا الحاجه الايجابيه ان انت بقالك فتره في البطوله دي، انت ما شاء الله كسبان، دي مهم جدا على غير العاده في البطولات الافريقيه. تمام. الحاجه الثانيه والمهم جدا، ان كان في الفتره اللي فاتت كان في دروبات دفاعيه، كان في بعض المشاكل الدفاعيه، مفيش كلين شيت. وبعدين عايز اقول حاجه برضو، هو ممكن يكون اسلوب لعب، استراتيجيه لعب، تمام؟ لكن طبعا معتمد جمال. يعني انا سعيد جدا ان واحد من ابناء الزمالك هو اللي ماسك، فلازم نكون كلنا باور وسبورت ليه طبعا. ده واحد. نمره اتنين، اداره نادي الزمالك انا سعدت جدا لما عملت كونتراكت مع كابتن معتمد، حاجه محترمه جدا. يعني عارف، دايما انت ابن النادي يعني بيبقى حتى متداس عليه، فدلوقتي بيتعز في الجنرال. يعني انا بتكلم خد بال حضرتك في الجنرال، لكن لما بتعمل ده هو حتى بيبقى عنده ثقه في الله طبعا، ثم ثقه في نفسه، فبالتالي بيدي. لان معتمد جمال من المدربين المحترمين، ليه باع، ليه خبرات عاليه جدا. فلازم يكون الكل متكاتف. ويمكن اوله مجلس اداره، واول حاجه اتعملت من خلال مجلس اداره بالكونتراكت او العقد ده، حاجه محترمه جدا. فطبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لمجلس اداره. فالراجل بيشتغل بحريه معاه مجموعه جميله، على فكره معاه مجدي، كابتن احمد مجدي دربته في المصري. ويمكن كابتن احمد مجدي برضو على ذكر ان هو بروفيشنال، كابتن احمد مجدي مثقف لدرجه مرعبه جدا. انا ليا كونتاكت مع كابتن احمد مجدي، ودايما
دايما بيأبديت نفسه، دايما لو عنده يومين ثلاثه فري من الفرقه بيسافر يروح ياخد كورس ويرجع. لا كمان ايه في الاناليسز، لا احمد ذكي جدا. انا بقول لحضرتك دربته احنا في المصري مع المرحوم الكابتن طه بصري، وكان بيلعب طبعا سرد باك. احمد ذكي يعني، احمد ما شاء الله. وبعدين يعني ايه دؤوب في الجديد، خد بالك بيحاول يطور من نفسه، ودي حاجه محترمه جدا. نحقيقة. واكيد النادي يعني احمد هيكون ليه في خلال المرحله اللي جايه حاجه محترمه جدا، لان يعني من المدربين المحترمين اللي انا بحترمهم على المستوى الشخصي سواء كان لاعب او مدرب. وهي دي حته ابن النادي اللي حضرتك بتتكلم عليها. طبعا. وبعدين معتمد جمال عنده خبرات عاليه جدا، واشتغل على مستوى عالي، وكان لعيب عالي جدا بامانه يعني، وبعدين محترم يعني برضو النواحي الاهم طبعا. فكل الحاجات دي معاه مجموعه محترمه من نادي الزمالك لعيبه كويسه جدا، فهو خطط طبعا للمباريات دي وربنا وفقه. والميزه اللي عملها غير من استراتيجيه او اسلوب لعب نادي الزمالك. نادي الزمالك في البطوله ما جاش في جول، ما جاش في جول يعني. ودي احنا قبله كنا كل ماتش حتى الماتش بنكسب سكور لازم يدخل فيه جول، ما بنخرجش بكلين شيت ابدا. فدي ميزه كبيره جدا ان انت انه لان هو طبعا كمدافع واخد بالك اكيد اكيد برضه هو. بص عايز اقول لك على حاجه، دافع كويس تكسب يعني، انت بتامن نفسك ومعاك ما شاء الله مجموعه متميزه من اللعيبه، مع العلم ان انت برضو ان القيد مقفول ففارق معاك، لان لو في بعض العناصر اللي هي القويه اللي تقدر تنقلك النقله العاليه جدا واخد بالك، لا لكن لازم لك في حته ثانيه تماما طبعا. لكن المجموعه برضو اللي موجوده بتشتغل في هذه الظروف بشكل عام وفي هذه الامكانيات وبتوصل لهذه المرحله، فلهم كل الاحترام.